السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم وداد الهاب وفيديو جديد ان شاء الله. في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم واحد الطريقه كنديرها للزميطه، والزميطه المغربيه معروفه عند في المنازل والبيوت ديال المغاربه. المهم هذه الزميطه المهم كتلقاها كتباع عند العيالات الكبار، العيالات اللي كيصايبوها في ديورهم وكيبيعوها في الاسواق، وكاين بعض المحلات التجاريه اللي كيبيعوها مصايبه في خنيشات وفي كريتنات. المهم انا خديتها هاني طالعه، هي باش زوينه انها كتحتوي على كربوهيدرات زائد بعض البروتينات. الطريقه اللي كنستعمل كنزيدها اضافات صحيه، لانه كندخل فيها بروتينات كذلك وكندخل فيها دهون صحيه، وانا متاكده ان شاء الله بان كذلك حتى اللذه فيها زوينه وغادي تعجبكم بزاف بزاف، وغتنال الاعجاب حتى للوليدات ديالكم او الوليدات الصغار بصفه عامه. وغتابعوا معايا دابا المقادير غنشوفوهم مجموعين، وكذلك المرحله ديال العمل ديال هاد الزميطه ان شاء الله. بالنسبه للمقادير عندنا ربعه ديال الزميطه، ها هي كيف ما كتشوفوا مقاده ومطحونه كيف ما قلت لكم انا شريتها طالعه. جوج ثلاثه المعالق كبار ديال الزبيب اللي حتى هويا كيحتوي على سكريات سريعه، هو اللي غيعطينا ديك الحلاوه الصحيه لهذا الزميطه ديالنا، عوضا ما نديرو سكر سنيده او سكر كلاسي. عندنا هنايا كاوكاو، انايا درت كاوكاو مهرمش، درت معاه رقائق ديال اللوز، وكل واحد هو على حسب اللي موجود عنده. كاس ديال العنبه ديال زيت العود ما عامرش، وكاس ديال الماء ما عامرش حتى هو ديال العنبه، على حساب ملي غنبداو نخلطو غادي نشوفو ديك الساعه واش غادي قدنا اولا غادي نزيدو. انا غنخلطها قدامكم باش نشوفو هكا. غادي نبدا كنبدا بزيت العود هي الاولى، نشوف هي زيت العود ما غاديش تجمع علينا كاملها، باش كنكملو حنا نيت بالماء كنديرو زيت العود باش تدخل لينا تقريبا في هاد الرابعه كامل هاد ديال الزميطه. قبل ما كندير الماء كنلوح هذاك الزبيب، ممكن ان تقطعيه، ممكن انا كتخليه بحال هكا ما كاينش مشكل بحال بحال. في الاخر ضروري غادي نخدمو بيدينا لان الزميطه كتبغي تجمع مزيان. دابا غنبدا نضيف الماء، نبدا نضيف بشوي بشويه باش الى خصني غادي نعاود نزيدو ان شاء الله. هي راه كتشرب لانه فيها الشعير كيشرب الماء. ضروري غادي يخصني الماء، غادي نزيد واحد الكاس في الاخر. كنبقاو بحال هكا كنخلطو حتى كنوصلو كنشوفو بانها تجمعات بحال العجينه بحال جمعتي شي خبيزه ولا مكاينش الفرق. ها هي الزميطه ديالنا، ها هي تجمعات كما كتشوفوا بهذا الشكل. غادي نهزها بحال القياس،
وغادي نطلقها بالمدلك. غير بشويه لانها هي رطبه باش ما تفرتتش ليا. ما نديرهاش دقيقه، خاصها تبقى غليظه. هاكو كيبان لك فيها داك العنب يابس الزبيب، كيبان فيها الزميطه ديالنا. ناخذ نطبع على حسب الشكل اللي عندك، اللي موجود عندك في البيت. راه تقدر تخدمي بشي اداه حتى كتسالي. انا غادي نكمل الطبيعة ديال الشكيلات ديالنا باش ما نطولش عليكم في الفيديو. ملي غادي نساليهم غادي نحطهم هنايا، وغادي نوريكم شنو غادي ندير بهم ان شاء الله من بعد. البنات بعد ما ساليت القطع ديال الزميطه ديالنا بهاد الشكيلات اللي كتشوفوا، هي غتخرج كميه كثر. المهم بالنسبه اللي ما عندوش الضياف ما غاديش محتاج الكميه كثيره، غير بالطبيعه قل من رابعه، يدير نص رابعه وتا نص رابعه يدير قل منها. لكن الواحد غير هو وليداتو غيدير واحد الكميه قليله، يعني محتاج انها تبقى دير واحد رابعه وتبقى لك غير هكا محطوطه تخسر. اللهم الواحد يدير الكميه على حسب الاستعمال، على حسب الحاجه. كيف ما كتشوفوا الشكيلات ها همايا، شنو غندير لهم دروكا؟ شديت الشوكولا ذوبته في حمام مريم، غادي ندهن السطح ديال الزميطه ديالي. اختاريت انا الشوكولاته البيض، كاين اللي غيدير الشوكولاته الكحل على حساب. انا هذا هو اللي موجود عندي دروكا حاليا في الكوزينه، كل واحد على حساب اللي موجود عنده. ماشي شرط انا تقيدي بواحد الحاجه ضروري خاصك ديريها. ملي غندهنها بالشوكولاته كيف ما كتشوفوا، غادي نديرها فهاد الكاوكاو المهرمش مع رقائق تاع اللوز. وكيف ما قلت على حساب شنو اللي موجود عندك، ماشي شرط انك دير اللوز، تقدر الكاوكاو بغيت نقول كاوكاو، تقدر ديري على حساب شنو اللي موجود عندك. ماشي شرط ديري كاوكاو اولا ديري اللوز او ديريهم مجموعين، ديري الكركاع على حساب شنو اللي موجود عندك. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالك كيجي كيجي رائع جدا، كيجي زوين، كيجي راقي، يجي بحال شي حليوه. هي الزميطه وكتجي بحال شي حليوه. الشكل ديالها كيفاش كيجي؟ نخدم معكم ثلاثه تشكيلات والباقي باش ما نطولش عليكم في الفيديو، غنساليه ونوريكم الشكل النهائي ديال البلا ديالنا. انا غادي نكمل الخدمه ديال هادو اللي عندي في الطبيصي، ومني غادي نسالي نوريكم الشكل النهائي ان شاء الله باش ما نطولش عليكم في الفيديو. البنات كيف ما كتشوفوا الشكل النهائي ديال البلا ديالنا، طبيصين ديال الزميطه بالطريقه ديالي، كيجي رائع جدا، كيجي جميل لا في المنظر لا في البنه، وصحي كيف ما قلت لكم في البدايه تاع الفيديو. وغادي ياخذوه الاطفال ديالنا وما غيشبعوش منه انا متاكده، وغيعجب الكبير وغيعجب الصغير. يكفي ان الواحد يجرب الطريقه، ومي تجربوها ردوا عليا وقولي شنو الراي ديالكم. ها هو
نقرب لكم. كنتمنى البنات ان الطريقه اللي درت لكم ديال الزميطه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساوش انكم تشاركوا في القناه ديالي باش تشجعوني للعطاء اكثر، وتفعلوا الجرس هكا يوصلكم دائما الجديد ديال الفيديوهات ديالي، وما تنساوش اللي عجبكم الفيديو ديروا ليا لايك وشكرا.